تمام. هلا بدنا نستكمل شرح اللي هو يعتبر بارت تاني من المحاضرة، يعني هذاك البارت كان احنا بنحكي فهمنا شو يعني كومبارتمنت، شو الكومبارتمنت اللي موجود عندنا، وكل واحد شو بكون فيه وشو بكون السائل فيه من الايونز وكذا. هلا بدنا نعرف شو بدنا نعرف، انه هاي الفلويد اكسشينج كيف بصير، كيف بتبادلوا السبستانسز، كيف بتبادلوا الووتر، كيف بتبادلوا المواد فيما بينهم، ما بين الاكسترا سيلولار فلويد وما بين الانترا سيلولار فلويد، حتى ما بين الاكسترا سيلولار فلويد نفسه، يعني ما بين البلازما اللي الانترافاسكولار وما بين شو اللي هو الانترستيشال فلويد. تمام، فبنحكي حاليا عن شو، عن اللي هو فلويد اكسشينج بتوين كومبارتمنتس. طيب نبدا بهيك معلومات، اللي هو ووتر كان موف فروم اكسترا سيلولار فلويد تو انترا سيلولار فلويد اند فايس فيرسا، يعني هاي الخليه، اوكي هاي الخليه، هاي الانترا سيلولار فلويد، هاي الاكسترا سيلولار فلويد، مين بقدر يتحرك ما بين هاي المكان وهذا المكان اللي هو الووتر، من هون لهون، من الانترا للاكسترا ومن الاكسترا للانترا كمان، عن طريق شو سيل ميمبرين، غشاء الخليه. also water can pass from plasma to interstitial fluid through capillary wall، كمان لما بكون في عندنا هون capillary wall حتقدر الووتر تتحرك من هون من الانترستيشال فلويد لوين، للبلازما جوا، يعني لجوا ولا برا، عن طريق الكابيلاري وول. تمام. The water move from the solution with low number of solute particles to the area of high number of solute particles. شوفوا لو فهمنا احنا هاي المعلومة او لو خليناها ببالنا رح نفهم كل اشي لقدام، اللي هو الاوزمولاريتي والاوسموسيس وكيف تنتقل. اوكي بدنا نعرف معلومة وبدنا نخليها في بالنا. احنا بنعرف انه مثلا السوليوتس بتروح من الهاي كونسنتريشن لها لو كونسنتريشن. هاد مين؟ هاي السوليوت. يعني مثلا انا لو احكي لكم هاي في عندي هنا وعاء، في عندنا هنا permeable membrane، اوكي في عندي هون مثلا 500 بارتيكل من ال NA، اوكي وفي عندي هون مثلا 200 بارتيكل من ال NA. هلا ال NA ركزوا معي، البارتيكل السوليوت هذا رح يتحرك على حسب الكونسنتريشن جراديانت من هون لهون، صح ولا لا؟ هذا شو؟ هذا البارتيكلز السوليوتس. انا هون لما بيحكوا لي انها بتتحرك من اللو نمبر اوف سوليوت لل هاي نمبر، احنا عن مين عم نحكي؟ عن الووتر موفمنت، عن حركة الماء مش عن حركة السوليوت. تمام، فلو احكي لكم هون هذا الغشاء اللي هون ما بينفذ الا ماء، ما بينفذ الا مياه، عم تحكي مياه وماء طلعت هيك، المهم ما بينفذ الا ماء. اوكي لو في عندي هون 500 من ال NA وهون في عندي 200 من ال NA، اوكي لو هذا ما بيحرك ال NA ممنوع يمر ال NA من خلاله، مين اللي رح يتحرك عندي؟ رح يتحرك الووتر. الووتر رح يتحرك من اللو نمبر اوف بارتيكل من هون، من المحلول الخفيف للمحلول الثقيل اللي هو بيكون فيه سوليوتس اكثر. هيك عرفتوا الفرق؟ عشان ما تستغربوا انتوا هاي الجملة انه كيف يعني من اللو نمبر للهاي نمبر، احنا دائما نعرف انه البارتيكلز تمشي على حسب الكونسنتريشن جراديانت. يس هاي البارتيكلز، احنا هلا عم نحكي عن هاي الموفمنت الاوسموسيس اللي هو الووتر. الووتر بيمشي من اللو نمبر للهاي نمبر، هاي المعلومة خليها ببالكم رح تسهل عليكم كل شيء لقدام. تمام، الاوسموسيس is the driving force that push water from areas of low solute amount, okay, اللي هو less number of particle to area of high solute amount اللي هو high number of particles. okay, إذن هي القوة اللي بتدفع للمياه من المكان اللي فيه solutes قليل للمكان اللي فيه solutes كتير. تمام، osmosis is mainly dependent into electrolyte concentration، يعني حسب قد في عندي electrolyte concentration في الاكسترا وفي الانترا سيلولار فلويد. it's simple passive transport. ليش الاسموسيس simple passive transport؟ لانه بينتقل المياه من اللو low number of solute للhigh number. اوكي وباسيف اللي هو ما بيحتاج ل ATP، يعني المياه بتنتقل من دون ما انا اكون بحاجه لشو ل ATP، عشان هيك بنسميه passive ترانسبورت. اوكي هاي وين؟ هاي بدنا نحكي هاي عمليه الانتقال، هاي خلينا نمسح اللون، هاي المعلومات المهمه اللي هي من اللو نمبر للهاي نمبر من السوليوت، مين؟ الووتر. تمام، وحكينا كمان انه الاسموسيس مينلي ديبندنت اون الكترولايت كونسنتريشن، وين؟ في الاكسترا والانترا سيلولار فلويد. يعني انا لما بحكي عن انتقال عن طريق الاسموسيس، انا عم بكون بحكي ما بين الخليه الانترا سيلولار فلويد وما بين الانترستيشال فلويد اللي هو برا الخليه الاكسترا سيلولار فلويد، بينتقل عن طريق الاسموسيس. طيب the driving force of water movement from plasma
to interstitial fluid across the capillaries membrane بيمشي عن طريق شو الفلتريشن فورس. إذا صار في عندي نوعين من القوة، قوة عشان تنتقل المياه ما بين الخلية انترا واكسترا سيلولار فلويد بسميها الاسموزس، بتتحرك فيها المياه من اللو نمبر اوف سوليوت للهاي نمبر اوف سوليوت، وفي عندي قوة تانية اللي هي انا شو بسميها الفلتريشن فورس. هلا هاي الفلتريشن فورس عشان شو؟ عشان تنتقل المياه ما بين البلازما اللي بيكون داخل الكابيلاري وما بين الانترستيشال فلويد. اوكي، اذا هي mainly dependent on colloid osmotic pressure okay and hydrostatic pressure. اذا بيختلف عندي هون colloid pressure وفي عندي الhydrostatic pressure عشان تنتقل المياه من البلازما للانترستيشال فلويد، بينما الاوزمولاريتي او الاوزموسس عشان تنتقل من بين الانترا للاكسترا. اتفقنا؟ حكينا هون بتنتقل فيها المياه، هون لا بيكون في عندي نوع قوه مختلف اللي هو colloid pressure او colloid osmotic pressure okay والhydrostatic pressure. تمام، هذا الحكي كله رح يوضح شوي أكتر لقدام، فإنه ما تحكي لهم. أوكي، هنا يعني هاي معلومات بصراحة إنه بدين يفهموكوا إنه كيف يعني هاي نمبر من السوليوت ولو نمبر، وكيف بيختلف على حسب الـ يعني المادة اللي عندي، إذا كانت مثلاً NaCl أيونيك أو كانت مثلاً زي الجلوكوز. هلأ بدنا نشوف شو الفرق بين لما أنا أجيب لتر مي أدوب فيه 1 مول من NaCl، وشو الفرق بين لما أجيب أنا لتر مي أدوب فيه 1 مول من الجلوكوز، شو رح يكون الفرق بين؟ الفرق هو إنه في عنا أول محلول بدنا نحضره اللي هو عبارة عن 1 مولر اللي هو 1 مول بير لتر من الصوديوم كلورايد. 1 مول يعني المول واحد من هاي المادة في اللتر الواحد، تمام. فهذا اول محلول عندي، اوكي بدي احط فيه شو؟ بدي احط فيه مول واحد من ال NaCl في لتر مي، تمام، في لتر ووتر. we know that the molecular weight of NaCl is 58 جرام. يعني هو هاي المعلومه بحكي لنا اياها انه الوزن الجزيئي لا ال NaCl هو 58 جرام، تمام. so 1 مول معناته اذا الوزن الجزيئي لل NaCl 58 معناته المول الواحد قد ايه بكون وزنه؟ بكون وزنه 58 ملي جرام، تمام. we must take 58 جرام من ال NaCl and we must dissolve it in 0.5 لتر، يعني في نص لتر okay of water. then we must add another 0.5 لتر، يعني كمان نص لتر to end up with 58 جرام. يعني عشان ننتهي، عشان بالنهاية يكون عندي اللي هو 58 جرام من ال NaCl في كم لتر من المي؟ في 1 لتر okay in 1 letter of water. اذا هذا المحلول الاول اللي احنا حضرناه 58 جرام من ال NaCl اوكي في كم لتر؟ في لتر واحد من الماء. المحلول الثاني اللي انا بدي اسويه عندي اللي هو الجلوكوز، تمام، محلول في جلوكوز كمان مول واحد. يعني شوفوا مول واحد من الجلوكوز ومول واحد من ال NaCl، بس شو اللي بيختلف بينهم؟ اللي بيختلف انه المول الواحد كم وزنه. المول الواحد وزنه لل NaCl 58 جرام، بينما المول الواحد وزنه لل جلوكوز قد 180 جرام، تمام، من السكر. and dissolve it in 0.5 liter of water then add another 0.5 liter to end up with 180 جرام اوكي اللي 1 مول in 1 liter of water. اذا هذا هو المحلول الثاني، كمان لتر مي على 180 جرام من الجلوكوز. طيب ليش اختلف؟ لانه المول الواحد يعني الكميه من ال NaCl اللي انا بحتاجه عشان اكون 1 مول هي عباره عن 58 جرام، بينما عشان انا اكون يعني بدي اكون انا مول واحد من الجلوكوز قد ايه بحتاج من وزن؟ بحتاج 180 جرام اوكي في اللتر الواحد عشان يكون عندي مول بير لتر اوكي. يعني هاي بالنهايه هاي بالنهاية قديش على حسب المولاريتي، يعني بتكون 1 مول على لتر، يعني هاي عبارة عن 1 مول من الجلوكوز في لتر، بس كوزن ككتلة 180 جرام باللتر الواحد. اتفقنا؟ هاي هي زي توضيح، يعني هنا بدي يقارنوا بين المحلولين عشان بالنهاية احنا نفهم شو يعني اوزمولاريتي اوكي، شو الفرق بين الاوزمولاريتي، شو الفرق بينها وبين المولاريتي العادية. عشان هيك هذا ولا هو ما اتوقع انه يعني تنسألوا عليه، بس انه هذا عبارة عن خطوات توضيحية عشان احنا بالنهاية نوصل ونفهم شو الفرق ما بين لما انا احكي 1 مول لما انا احكي مثلا اوزمول. نشوف هلا
In which solution do we have more water concentration, NaCl or glucose؟ هون سألنا وين إحنا عنا الwater concentration، أو إنه مش water concentration كمية، لا water concentration يعني تركيز المي أكبر، تركيز المي بهذا السوليوت أكتر. هلا in the sodium chloride because we have only 58 gram compared to 180 gram. يعني هلا هنا في عندي المي فيها قد فيها 58 جرام بس، بس هنا المي قد فيها 180 جرام، معناته هنا ال 180 جرام ماخذ جزء اكبر dissolved in the water، بينما هون الووتر لا مش كلها دايب فيها NaCl، او مش كلها يعني، بس قصدي كميه ال NaCl اللي دايب فيها او كميه السوليت اللي دايب فيها اقل من كميه ال السوليت اللي دايبه بالمي هون، معناته انا تركيز المي عندي المي اللي بيكون اكثر وين بيكون؟ بيكون في هون 58 جرام ولا 180 جرام؟ لا في ال 58 جرام. عشان هيك شو بحكي لنا in the sodium chloride because we have only 58 جرام compared to 180 جرام، لانه هون كميه المي بتضلها اكثر لانه السوليت اقل، هون كميه المي لا فيها كثير سوليت، فبالتالي انا تركيز المي نفسه عندي قل، عرفتوا كيف؟ لأنه في عندي 180 جرام من السوليوم دايب فيه. فهمتوا علي؟ تمام، نمسح هاي الخرابيش كلها. تمام، هلأ نحكي عن مبدأ الأسموسيس. شو يعني أسموسيس أو الأسموسيس برينسيبل؟ هاي اللي هي الخلاصة الخلاصة اللي بدي أحكي لنا إياها. تمام، if we separate the two solutions، يعني هاي عندي هذا الوعاء، جبنا هاي، جبنا هون المحلول تبع الصوديوم اللي كان فيه مول من الصوديوم، اوكي في اللتر، اذا هذا محلول الصوديوم، وجبنا هون محلول الجلوكوز، اوكي من وين بتحرك؟ وهذا الغشاء اللي بينهن ما بينفذ لي الا مي، على فرض انه هذا ما بيحرك لي صوديوم او جلوكوز، لا بيحرك لي بس مي. تمام، هلا if we separate the two solutions with plasma membrane اللي هو semi permeable membrane it only allow water to pass through، يعني بس بسمح للمي انها تمر من خلاله، يعني هو شبه منفذ، اوكي semi permeable شبه منفذ، the water will move from the area of low solute concentration to the area of high solute concentration by the action of osmotic pressure، يعني راح تتحرك المي من وين لوين؟ راح تتحرك من السوليوشن اللي فيه وينها؟ وين المعلومة؟ هون احنا ليش نزلنا تحت؟ راح تتحرك من السوليوشن اللي فيه سوليوت اقل لا السوليوشن اللي فيه شو اسمه جلوكوز اكتر، اللي هو هلا احنا يعني مش راح احكي لكم هلا عشان ما تنعجقوا، خلينا نكمل هاي الصفحه بعدين ايش بعدين نحكي لكم، او بعدين راح يحكوا لنا هن اصلا من وين راح تتحرك المي عشان تفهموا تستوعبوا انه مين اللي اصلا فيه سوليوت اكتر. نشوف أوزموتيك بريشر، هو هذا الموضوع ممكن تحسوه أول إشي بلخبط شوي، بس يعني لما بتكمل الصورة عندكم إن شاء الله بصير أوضح. أوزموتيك بريشر is made from the particles itself not from the water، يعني ضغط الأسموزي مين بيعمل لي؟ بيعمل لي قدي في جزيئات من المواد في هذا في هذا السوليوشن، مش المياه اللي بتعمل مش الماء، أوكي أنا حاسة حالي عم درس جغرافي كل شوي بحكي مياه، يعني مش الماء. تمام، هلأ when we talk about osmosis we are dealing with osmolarity not molarity. تمام، osmolarity not molarity، انا لما بدي ابلش هلا احكي عن الاوزموتيك بريشر وعن الاوزموسيس انا هون عم بحكي عن الاوزمولاريتي مش المولاريتي. طيب شو الفرق؟ 1 مول اوف سبيسيفيك سبستانس اوكي ويل جيف ا سبيسيفيك نمبر اوف اوزمولز ان ذا سوليوشن، يعني عشان نفهم ال NaCl هذا المحلول فيه NaCl، لما انا اجي ادوبه رح تتفكك هاي ال NaCl رح تعطيني Na+ Cl-، معناته ال NaCl ضلت NaCl كاملة في السوليوت؟ لا، انقسمت لتو بارتيكلز، انقسمت لتو بارتيكلز Na+ و Cl-، معناته ال 1 مول من ال Na ال 1 مول من ال NaCl كم أوزمول أعطاني؟ كم عدد من البارتيكل؟ يعني ال NaCl الواحد أعطاني 2 أوزمول اللي هو Na+ وCl-. إذا الأوزموتيك بريشر بيعتمد على عدد، على النمبر of particles، مش على الكتلة أو مش على هذا اللي إحنا كنا بنحكي عنه، لا بيعتمد على العدد. بما إنه NaCl المول الواحد منها أو الجزيء الواحد من NaCl بيتفكك في الماء لا 2 particles Na+ وCl-، معناته هو عبارة عن 2 أوزمول per liter. تمام، طيب هل الجلوكوز بتفكك؟
يعني أنا لما أدوب الجلوكوز، هل الجلوكوز جزيء الجلوكوز اللي هو 6 كاربونز هذا لما بتفككه؟ لا، حيضل نفس الجزيء في الماء، will not dissociate، يعني ما رح يتفكك في هذا في الماء. أوكي، and it will remain as a 1 مول of glucose، يعني رح يضل المول الواحد هو عبارة عن 1 أوزمول. ليه 1 أوزمول؟ لأنه ما تفكك، هو الجلوكوز نفسه ضل جلوكوز في الماء، ما تفكك، ما أعطاني 2 particles أو 3 particles. بمعناته الأوزمولاريتي هي عدد البارتيكلز، بما أنه ضل جزيء جلوكوز واحد مترابط ومتكامل، اذا هو equal 1 اوزمول بير لتر. تمام، معناته هون انا في عندي ال NA شو مالها اتفككت، صارت تعطيني NA بلس و CL ماينس، وهنا شو الجلوكوز؟ ضلوا جلوكوز لحاله، يعني الجلوكوز ضلوا هو بس داب، وهنا كمان دابوا بس شو؟ بس تفككوا. معناته وين الاوزمولاريتي اكتر؟ وين عدد البارتيكلز اكتر؟ هون بال NA ولا بالجلوكوز؟ لا، بال NA رح يكون عدد البارتيكلز أكتر لأنها متفككة، فبالتالي المي رح تتحرك. إحنا حكينا من low number of particles لل high number of particles، هيك من الجلوكوز لل NaCl. طب ليه؟ إحنا حكينا إنه هاي كتلتها أكتر وال water concentration فيها بيكون أقل، بس المي رح تمشي من التركيز اللي بيكون فيه عدد البارتيكلز أقل اللي هو الجلوكوز لعدد البارتيكلز أكتر اللي هو ال NaCl. تمام، in NaCl chamber we have double number من المولكيولز، عدد الجزيئات صار ضعف. أوكي، بعده نفسه 1 مول من ال NaCl، بس شو ماله؟ بس عدد الجزيئات صار الضعف لأنه تفكك لجزئين in the glucose chamber. أوكي، هلا due to the dissociative factor. أوكي، water will move from area of low osmolarity to area of higher osmolarity. هيا low osmolarity يعني low number، low خلينا نكتب هون low number of particles لا ال high number of particles. مين ال low number of particles؟ الجلوكوز، لأنه ظله جزيء واحد. مين ال high number of particles؟ ال NaCl، بالتالي تحركت المياه من ال Na من الجلوكوز ل ال NaCl. water will move from glucose solution toward NaCl. إذا فهمنا إحنا على أي أساس بتحرك الماء؟ بتحرك الماء، طبعا هذا الغشاء ما بينفذ غير مي، لا بيحرك صوديوم ولا بيحرك جلوكوز. إذا إحنا هلا استوعبنا إنه الماء بتحرك من من المحلول اللي عدد الجزيئات المذابة فيه أقل. أوكي، مش كتلتها، أنا كتلتها ثابتة، إحنا حكينا اللي هو يعني قصدي كميتها 1 مول هون 1 مول هون، بس هون اتقسمت لجزئين وهون ما اتقسمت لجزئين، فبالتالي رح تتحرك من كعدد particles من الأقل إلى الأكثر. طيب معناته الصوديوم 1 مول of sodium equal 2 osmol per liter. أوكي، 2 osmol لأنه تفكك، أما هذا لا 1 osmol. طيب نيجي مثلا على هاي المادة اللي هي الـ Na2SO3 في الـ water dissociate to give us، هاي لو هي بدها تدوب بالماء بتعطيني 2 particles أو 2 هذا يعني رح يعطيني ذرتين صوديوم، أوكي اللي هو 2Na plus، ورح تعطيني SO3 minus، minus 2 مفروض، لا هي minus 1، أوكي SO3 minus مش مهم، المهم إنه 2Na plus أوكي أوزمول and 1SO3، يعني هذا الجزيء الواحد الـ 1 molecule اتقسم في المي لثلاث أجزاء لـ 3 particles، معناته 1 مول من الـ Na2SO3 حيعطيني 3 أوزمول، الأوزمول هو number of particles. تمام، يعني هذا مثال للتوضيح، أتمنى أنها تكون وضحت. وبالنهاية هون لما إحنا حكينا حضرنا هذلون المحلولين حكينا نفس المولاريتي 1 مول 1 مول، بس مين اللي اختلف عندي؟ الأوزمولاريتي، صارت الأوزمولاريتي في الـ NaCl أكتر، فبالتالي اتحرك الووتر من اللو أوزمولاريتي للهاي أوزمولاريتي. تمام، the cell membrane is impermeable of ions، ما بيحرك للسيل ما بيمرق من خلاله شو اللي هو ions، بس بيمرق من خلاله الماء. for that reason sodium and potassium osmolarity are different between the extra and the intracellular fluid. يعني عندي مثلا الصوديوم جوا الخلية أكتر من الصوديوم برا الخلية، ولا العكس كانوا احنا رسمناها هون
الصوديوم جوا الخلية عفواً أقل والصوديوم برا الخلية أكتر، البوتاسيوم جوا أكتر وبرا أقل. طب ليه في عندي اختلاف الأيونز هاد؟ لأنه الغشاء الخلية ما بيطلع الأيونز من خلاله، فبتضلها محصورة جوا أو برا الخلية. شو اللي بتحرك من خلاله؟ الماء. هذا عن طريق، احنا بنحكي عن السمبل ديفيوجن، يعني انه طبعا في بومبس بتطلع لي صوديوم وبتدخل لي بوتاسيوم، بس احنا عم بحكي على الفوسفوليبيدز، على طبقه البلازما ميمبرين. مين بتحرك من خلالها؟ بس الووتر. اوكي، لانه الايونز هي عباره عن هيدروفيلك، بس الفوسفوليبيد اللي هو البلازما ميمبرين هو عباره عن هيدروفوبيك، فبالتالي ما بيمرق من خلاله الايونز الا لو كانت عن طريق بومب او عن طريق شانل معينه. تمام. هلا homeostasis work to keep the intracellular fluid osmolarity equal to extracellular fluid. لاحظوا احنا هون عم نحكي عن مين؟ عن الاوزمولاريتي، عم بحكي عن عدد البارتيكلز، ما عم بحكي عن نوع البارتيكلز. يعني المهم عندي انه عدد البارتيكلز اللي جوا الخليه بيساوي عدد البارتيكلز اللي برا الخليه، بغض النظر شو نوع البارتيكلز هدلون. اوكي، لانه في اختلاف بنوع البارتيكلز بس نفس العدد المفروض يكون كتوتال عشان تكون الاوزمولاريتي مالها متساويه، number of particles. هلا and that's why we have 28 liter inside the cell من الwater and 15 liters outside the cell without a balance between the amount of them. يعني طب أنا ليه عندي مي جوا أكتر أوكي من برا؟ إحنا حكينا إنه الفلويد الwater جوا الخلية أكتر من برا الخلية، لأنه عشان يعني تكون كمية العدد السوليوت بالنسبة للمي بتساوي عدد السوليوت بالنسبة للمي برا. عرفتوا كيف؟ Osmosis is related to the number of particles, not the concentration. مش تركيز المادة عدد جزيئاتها. يعني مش تركيز الـ NaCl عدد جزيئات الـ NaCl. مش تركيز الجلوكوز عدد جزيئات الجلوكوز. تمام؟ طيب. نحكي هلأ عن مصطلح تاني اللي هو الـ tonsity. يعني هي المحاضرة شوي طويلة رح تطلع، بس إنه لأنها هي أساس. يعني وكتير فيها مواضيع عشان يعني إحنا نطلع منها فاهمين. تمام. الفلويدز تونسيتي اند اوزمولاريتي، نحكي عن مصطلح جديد غير الاوزمولاريتي اسمه التونسيتي. هلا التونسيتي، the tonicity of a specific solution will be determined according to the end result of the cell volume. شو يعني هذا الحكي؟ هناك دخلوا لنا بالعطب، احنا ما فهمنا. هلا بنشوف، في عندنا الاوزمولاريتي للبلازما، البلازما الدم الطبيعي الأوزمولار تبعيته بتتراوح من 280 ل 300 ملي أوزمول بير لتر. يعني في عندي أنا من 280 ل 300 number of particle، يعني عدد جزيء في الملي ملي أوزمول عفوا بير لتر، في اللتر الواحد. تمام، هذا النورمال بلازما أوزمولاريتي. هلا في عندنا كتونيسيتي تقسم ال السوليوشنز لثلاث انواع، في عندي الايزوتونيك، في عندي الهايبرتونيك، وفي عندي شو الهايبوتونيك. هلا نحكي احنا انه البلازما هو عندي الريفرنس، يعني هو نقطه المرجع لإلي، فبالتالي البلازما هو الايزوتونيك، هو المتعادل، هو النورموتونيك. اوكي، انا بسميه يعني عندي الاوزمولاريتي الطبيعيه في الجسم من 280 ل 300 ملي اوزمول، هذا الطبيعي، لان انا بسميه شو نورموتونيك او ايزوتونيك. ايزو يعني نفس البلازما، نفس النورمال بلازما. تمام، اذا الايزوتونيك سوليوشن هاز ذا سيم تونيسيتي اوف بلازما اللي هو سيم كومبوزيشن، يعني نفس عدد البارتيكلز. هلا اف وي بوت ذا سيل an isotonic اللي هو normotonic solution cell size will not change، ما رح يتغير عندي حجم الخلية. هاي جبنا هذا المحلول حطينا فيه هاي الخلية، هون حطينا normal plasma يعني عدد البارتيكلز فيه، قول من 280 ل 300، هون بكتب من بعيد ما بزبط معي، 280 ل 300. تمام، وهون كمان رح تكون السل جوا رح تكون نفس برا. اوكي، مش احنا حكينا الاوزمولاريتي بتكون متساوي، اذا هون كمان عدد البارتيكلز عندي من 280 ل 300، فهل رح تتحرك المي؟ لا، لانه عدد البارتيكلز هون مساوي لعدد البارتيكلز هون، اذا الخليه رح تضلها محتفظه بالسوائل اللي فيها، والبلازما رح يضل محتفظ بالسوائل اللي فيه، ما رح يصير فيه عندي موفمنت للووتر او موفمنت للفلويد. اوكي، اذا the cell size will not change. بينما لو انا حطيته في هايبوتونيك، لو انا حطيته في سائل خفيف، حطيت جبت خليه الأوزمولاريتي في هاي الخلية من 280 ل 300، أوكي، حطيتها في سائل خفيف. شو يعني سائل خفيف؟ يعني عدد البارتيكلز اللي فيه أقل من 280. شو بسميه أنا؟ بسميه هايبوتونيك. تمام، جبنا هذا السائل حطينا فيه خلية، الأوزمولاريتي تبعت الخلية
على فرض انها 280، هذا او العدد البارتيكلز فيها 280، هذا السوليوشن اللي انا حطيته فيه هايبوتونيك، يعني عدد السوليوشن اللي فيه على فرض انه 200. طب انا صار في عندي فرق بالاوزمولاريتي، لا لازم تكون الاوزمولاريتي متساويه، الخليه دائما متساويه بين الاكسترا والانترا سيلولار فلويد، فبالتالي شو رح يصير؟ رح تتحرك الماء من اللو اوزمولاريتي للهاي اوزمولاريتي، يعني رح تدخل من السوليوشن اللي موجود هون، رح تدخل لوين؟ رح تدخل لجوا الخليه، تمام، رح تدخل لجوا الخليه. هلا دخلت جوا الخليه شو رح يصير بالخليه؟ رح يصير لها سويل، رح تنتفخ، اوكي، وي ويل اد فلويد تو انتراسيلولار فلويد، يعني رح ينزاد كميه الفلويد اللي موجوده جوا. اف وي بوت ا سيل في هايبرتونيك سوليوشن، لو انا حطيت خليه هاي سوليوشن، هاي الخليه الاوزمولاريتي عدد البارتيكلز فيها 280، حطيتها في سوليوشن هايبرتونيك، شنو هايبرتونيك؟ يعني في كتير سوليوتس اكثر، في تقريبا 350 خلينا نحكي. من وين رح تتحرك المي؟ البلازما ممبرين ما بيحرك لي ايونز، اذا مين رح يتحرك عندي؟ المي، من اللو اوزمولاريتي للهاي اوزمولاريتي، فرح تطلع السوائل من داخل الخليه للمحلول اللي برا الخليه، فبالتالي شو رح يصير للخليه؟ رح يصير لها شرينك، يعني رح شرينك، يعني رح تنكمش الخليه لانه طلعت السوائل اللي فيها فانكمشت، اوكي، وي ويل لوز ذا انتراسيلولار فلويد، يعني رح نخسر الانتراسيلولار فلويد ورح يطلع لبرا، تمام. اذا حكينا the best osmolarity is the normotonic one، شو يعني normotonic؟ حكينا يعني نفسها، نفس البلازما كومبوزيشن، نفس عدد البارتيكلز اللي بيكون في النورموتونيك سوليوشن بيكون هو نفس عدد البارتيكلز اللي بيكون موجود في النورمال بلازما، اللي احنا لازم نحفظه هو تقريبا من 280 ل 300 ملي اوزمول في اللتر الواحد، تمام. اذا حكينا لو كان أكتر من 300 قديه شو بيكون؟ بيكون هايبرتونيك، يعني عدد البارتيكلز فيه أكتر. لو كان أقل من 280 شو بيكون؟ بيكون هايبوتونيك، بيكون عدد البارتيكلز اللي فيه أقل من النورمال بلازما. بينما الايزوتونيك لا، بيكون شو ماله؟ بيكون متطابق. وبما أنه لما أنا بحط يعني two compartments بينهن cell membrane أو بينهن membrane بشكل عام بيكونوا نفس الأوزمولاريتي، ما رح تتحرك المي لا من هون ولا من هون لأنه خلص الأوزمولاريتي متساوية. بينما لو حطيت السل اللي هي normotonic في مثلا محلول hypertonic، أوكي، فبالتالي السوليوتس بتكون وين أكتر؟ جوا السل ولا برا؟ لا بتكون برا، معناته رح تتحرك عندي الواتر من low osmolarity للhigh osmolarity، رح تطلع من جوا الخلية لبرا، فرح يصير في عندي cell well shrunk حكينا. وحكينا العكس لو حطيناها في hypotonic solution كانت البارتيكلز عدد البارتيكلز الموجود داخل الخلية أكتر من برا الخلية، رح تمشي المي من low osmolarity للhigh osmolarity، فرح تدخل على الخلية، شو رح يصير الخلية؟ رح تنتفخ، رح يصير لها swelling، تمام؟ اوكي، حكينا the best osmolarity هو اللي بيكون نفس normotonic اللي هو عشان ما تتحرك المي، يكون نفس البلازما من 280 ل 300. 90% من الاكسترا سيلولار فلويد osmolarity is related to NaCl، يعني 90% من عدد البارتيكلز اللي بيكون موجود عندي بيعتمد على البارتيكلز تبعت ال NaCl. هاي وين؟ في الاكسترا سيلولار فلويد، لانه احنا بنعرف انه الصوديوم برا كتير اكتر من جوا الخليه. طيب الانترا سيلولار فلويد الاوزمولاريتي تبعيته عشان بتعتمد؟ بتعتمد على البوتاسيوم ايونز، لانه احنا شفنا انه البوتاسيوم داخل الخليه اكتر بكتير من خارج الخليه، والصوديوم خارج الخليه اكتر بكتير من داخل الخليه، فبالتالي 90% من الاوزمولاريتي او من عدد البارتيكلز اللي جوا الخليه هي بوتاسيوم، و90% من عدد البارتيكلز اللي برا الخليه هي عباره عن شو؟ هي عباره عن صوديوم. Okay. Neither NaCl nor potassium are permeable across the cell membrane. والسيل ممبرين يعني الحمد لله لا بيعبر، لا بيمشي ال Na ولا بيمشي البوتاسيوم. مين اللي صفة بتحرك بينهن؟ المي، تمام. هلا homeostasis always keeps the intracellular osmolarity equal to extracellular osmolarity. إذا إحنا هنا الاتزان عنا في الأوزمولاريتي كمان غير الفوليوم، في عندي كمان أوزمولاريتي لازم تكون متساوية ما بين الانترا والإكستراسيلولار فلويد، تمام. هلا if the intracellular fluid become hypotonic، لو جوا الخليه صار في عندي hypotonic or hypertonic homeostasis will change the extracellular fluid osmolarity to، عشان شو؟ بالنهايه نوصل لتطابق بينهم يكونوا نفس الشيء، تمام. هلا في عندي هون بدنا نحكي عن النورموتونيك او الايزوتونيك، وبدنا نحكي عن الهايبرتونيك، وبدنا نحكي عن الهايبوتونيك، بدنا نحكي عن الديفينيشن لالهن الاوزمولاريتي قد ايه بتكون، الاكزامبلز والافكت تو ذا سيل. الايزوتونيك حكينا نفسه نفس البلازما سوليوشن هاف ذا سيم
tonicity of the plasma. Okay, so same composition. هلا الأزمولاريتي قديه بتكون 300 حكينا. يعني هون هناك حطينا الرينج إنه من 200 300، بس هون معتبرينها قديه 300. فأي إشي أقل من 300 يعتبر hypotonic، وأي إشي أكتر من 300 يعتبر hypertonic. أوكي، هون حطينا examples لازم نحفظهن، اللي هي مثلا في عندي 90 normal saline، في عندي 5% glucose. هدلون عبارة عن saline، يعني المحاليل اللي بينحطوا أحيانا للمرضى. أوكي، هدلون شو بكونوا؟ بكونوا isotonic، بكون محتواهن الcomposition تبعهن نفس البلازما، عشان ما تتغير الأوزمولاريتي عندي بالجسم وتختلف الكومبارتمنت، يصير بتتحرك المي من هون لهون. لا، أوكي، فهدلون أمثلة على محاليل الcomposition لإلهن نفس البلازما. طيب شو بيأثر على الخلية لو أنا حطيت الخلية فيه؟ ولا أي إشي، ما هو نفسه، فبالتالي ما رح تتحرك المي، صح؟ إذا كان 300. طيب الهايبرتونيك أو الهايبر أوزموتيك سوليوشن بيكون سوليوشن هاف أوزمولاريتي هاير دان بلازما، أكتر من 300 ملي أوزمول بير لتر. زي مين؟ زي ال 3% نورمال سالين. أوكي، طب شو بصير بالخلية لو أنا حطيتها في هايبر سوليوشن؟ هون حكينا 350 وهنا 280، صح؟ تذكروا شو بصير؟ بتتحرك المي من جوا الخلية لبرا الخلية، فبالتالي شو بصير لها؟ رح يصير لها شرينك، رح تنكمش الخلية. يعني لما تكون مليانة مي فهي منفوخة، لما بتطلع المي اللي فيها شو بصير لها؟ بتنكمش، تمام؟ بينما الهايبوتونيك اللي هو solutions have osmolarity lower than plasma osmolarity. أوكي، هي solutions have osmolarity lower than plasma osmolarity. هذا الأوزمولاريتي بتكون أقل من 300 ملي أوزمول بير لتر. أوكي، زي مين؟ زي البيور ووتر. البيور ووتر هايبوتونيك، يعني البيور ووتر لأنه ما في كتير solutes، زي ما في عندي solutes في البلازما في عندي كتير particles، فبالتالي البيور ووتر الأوزمولاريتي تبعيته، هذا البيور يعني نقي ما في ولا إشي مذاب. أوكي، معناته الأوزمولاريتي تبعيته شو؟ صفر، لأنه ما في مواد مذابة، ما في particles بالمرة pure. إذن الأوزمولاريتي عدد particles اللي فيه صفر. أوكي، لو أنا حطيت هاي الخلية في وعاء مي pure نقي، شو رح يصير في الخلية؟ هون صفر وهنا 300 الأوزمولاريتي. رح تتحرك المي من low أوزمولاريتي للhigh أوزمولاريتي، فرح تدخل لجوة الخلية. أوكي، فشو رح يصير لها؟ swollen، رح تنتفخ. هلأ هون حطلنا مسائل ما أتوقع أنها يعني تجيكم بصراحة، لأنها ما كانت تجي على دورنا، بس نشوف يعني نشوف هي مثال هيك سريع، نشوف كيف حالينه. هون بيحكي لنا أنه هي what is the osmolarity of 5% من الجلوكوز solution، وهل هذا solution hypotonic isotonic ولا hypertonic. طيب نشوف كيف حلوها. هون هلأ في عندي شو حكالك؟ حكالك بده الأوزمولاريتي، تمام؟ لا، 5% من الجلوكوز solution. أوكي، 5% من الجلوكوز سوليوشن. هلا الجلوكوز طبعا احنا بنعرف ان الجلوكوز ما بتفكك، في الجلوكوز المولاريتي تبعيته بتساوي الاوزمولاريتي، يعني 1 مول من الجلوكوز ايكوال 1 مول من 1 ملي اوزمول من الجلوكوز، صح؟ اوكي. هلا احنا حكينا انه 5% معناها قد ايه؟ معناته ان احنا في عندنا 5 جرام اوكي في ال 100 ملي لتر، يعني عندي 100 ملي لتر. اوكي، في قد ايه؟ في 5 جرام. اوكي، بدي احول انا ال 100 الملي لتر للتر، قد ايه بده يصير عندي؟ يعني اصلا احنا بنعرف انه اللتر هو 1000 ملي لتر، صح؟ احنا بنعرف هاي الشغله. طب انا عندي هون 100 ملي لتر، يعني 0.1 لتر، صح؟ 0.1 لتر. اوكي، لو يعني هون 5 جرام على 0.1 لتر، طب انا بدي اخليها 0.1 اضربه ب 10، قد ايه بتصير؟ بتصير 50 جرام. هاي 50 وين الصفر راحت؟ أكد أيها 50 جرام على لتر. أوكي، هلا هن هون شو حاكين لك؟ معنا حاكين لأن المولكيولر ويت للجلوكوز 180 جرام لكل مول، تمام؟ معناته هون إحنا شو بنحكي؟ بنحكي إنه 50 جرام على اللتر بيساوي شو؟ بيساوي 180 جرام، هذا المولكيولر ويت 180 جرام بير مول، تمام؟ بما انها بتساوي بضرب ضرب تبادلي، 50 جرام في المول بتصير عندي هون 50 جرام اوكي ضرب مول على قد اللي هو لتر ضرب 180 جرام. الجرام مع الجرام بتروح، بصفي عندي 50 على 180 قد ايه بيطلع؟ بيطلع 0 فاصلة قد ايه هون الرقم حاطينه؟ 0.278
2 7 8 اوكي شو ضل عندي وحدات فوق مول على لتر تمام لو انا ضربتها ب 1000 شو بتصير لو انا ضربتها ب 1000 عشان تصير 2 7 8 بدون الفاصله هاي اوكي بتصير ملي ملي اوزمول اوكي او ملي اوزمول على اللتر هذا هو اذا هو بده الاوزمولاريتي رح تصير هيك اوكي 278 هل هو هايبوتونيك ولا ايزوتونيك هون حاطينه ايزوتونيك اوكي بس هو احنا حكينا انه اي شيء اقل من 300 رح نعتبره هايبوتونيك هاي الشغله خليني اتاكد لكم من هال يعني الدكتور شو رح يعتبر في حال اذا جاب شو اسمه حسابات اوكي نتاكد منها هون نفس السؤال بس المعلومه اللي مش معطينا اياها المولكيولر ويت لل NaCl اللي هو قد 58 جرام اوكي لو احنا حطينا 3% نفس الطرق نفس الطريقه رح نعمل رح تصير 30 جرام اوكي في اللتر الواحد من ال NaCl اوكي ايكوال 58 جرام على المول يعني نفس هاي الخطوه احنا عم نعمل 30 جرام على لتر بيساوي 58 اللي هو المولكيولر ويت على المول لما بنضربهن رح يطلع عندي المحلول هايبر تونيك اتفقنا تمام هون for impermeable substances اوكي في عندي الايزو اوزموتيك سوليوشن ايزوتونيك اللي هو nothing will happen to the cell يعني انا حطيت خليه مثلا اوكي في سوليوشن والسيل ميمبرين لها امبيرميبل ما بيمشي سبستانسز بس بيمشي مي لو انا حطيتها بايزو اوزموتيك سوليوشن اوكي او الايزوتونيك ما رح يصير إشي على الخليه لو انا حطيتها في هايبر اوزموتيك سوليوشن شو رح يصير في عندي رح يصير عندي شرنك حكيناها احنا هاي المعلومات كلها حكيناها لانه رح تتحرك المي من برا لجوا الخليه لو حطيتها في هايبو اوزموتيك رح تتحرك من جوا الخلية لبرا الخلية لا عفوا من برا الخلية لجوا الخلية رح تتحرك فرح يصير في عندي شو سويل تمام هاي هي يعني زي تلخيص اللي احنا حكيناه من قبل تمام اوكي هنا هاد الصفحتين اللي بقينا ان شاء الله خلصهم بسرعة هلأ هنا في عنا اليوريا بدي أحكي لنا معلومة عن اليوريا اللي هو اليوريا زي الووتر يوريا is like the water is permeable substance يعني عندي كان يعني إنه ال cell membrane بسمح لليوريا إنها تتحرك من خلاله هلأ لو أنا عندي هاي هيك هاي السل هون الإكسترا سيلولار فلويد وهون الإنترا سيلولار فلويد أوكي شو بقول لي أنا لو عندي 300 ملي أوزمول من اليوريا هون 300 ملي أوزمول من اليوريا اوكي برا في الاكسترا سيلولار فلويد عشان يصير فيه وهنا اصلا انا عندي قد انا عندي 300 من النورمال من النورمال يعني انا لو حطيت السل اوكي حطيت هاي السل في وعاء هاي خلي امسحها عشان اوضح لكم الفكره مره تانية هاي السل هذا وعاء هذا الوعاء شوفي فيه 300 ملي اوزمول من اليوريا حطيت خليه جوا هون قد اصلا الفلويدز اللي فيها 300 صح طيب هلا عندي هون اليوريا بتقدر تتحرك عبر السيل ميمبرين فهاي اليوريا لانها هون اليوريا اكثر من هون صح انه هي نفس ال 300 ب 300 بس هون اليوريا اكثر فبالتالي اليوريا نفسها راح تتحرك وتدخل جوا الخليه قد ايه راح يدخل النص عشان يضل هون 150 من اليوريا وهون 150 عرفتوا سو If the extracellular fluid osmolarity 300 ملي أوزمول of urea والintracellular fluid إحنا بنعرف إنها 300 ملي أوزمول what will happen شو رح يصير urea will split رح تنقسم اليوريا بالنص 150 رح يدخل الخلية و150 من اليوريا رح يضل برا هلا ال150 اللي دخلت الخلية مع ال300 اللي أصلا موجودة قد ايه بيصفي في الintracellular fluid 450 طب بالسوليوشن اللي أنا حطيته قد ايه ضل فيه يوريا 150 So extracellular fluid 150 والintracellular fluid 450 So water will move from outside to inside صار هون شو؟ صار هون عندي 150 وهون شو 450 إذن المي رح تمشي من برا لجوا والخلية رح تنفخ نعيد بشكل سريع نعيدها إحنا عنا هذا الوعاء هاي الخلية الخلية قد ايه الاوزمولاريتي النورمال اوزمولاريتي لها 300 احنا عبينا هذا الوعاء بفلويد هذا الفلويد اللي هون هذا الفلويد اللي هون تركيز اليوريا فيه 300 ملي اوزمول تركيز اوكي
خطأ، ما في عندي يوريا جوا الخلية، معناته اليوريا لازم تتعادل ما بين برا الخلية وجوا الخلية، لأنه اليوريا بيرميبل عبر هذا الممبرين، فبالتالي لازم تنقسم بالنص، يصير اليوريا اللي برا قد اليوريا اللي جوا. فهي 300 رح يمشي من هدلون 350 من اليوريا رح يدخل لجوا، إذا زائد 150 يوريا دخل لجوا. أوكي، قدي صفة من اليوريا برا بس 150، تمام؟ هلأ هون صفة عندي في هذا الوعاء 150 يوريا، وهون قدي صارت الأوزمولاريتي تبعت السل 450، اللي هي النورمال أوزمولاريتي أصلا 300 اللي هي أصلا فيها مع 150 هاي، فصار في عندي هون 450. طيب نطلع على هاي الحالة، الإكسترا سيلولار فلويد 150، الإنترا 450، مين الأوزمولاريتي أعلى؟ هون. طيب من وين لوين الواتر رح تمشي؟ من اللو أوزمولاريتي للهاي أوزمولاريتي، فبالتالي المي رح تدخل جوا الخلية. هاي خلصنا، احنا هون حركنا هون اليوريا، هون شو عم نحرك؟ عم نحرك ووتر، رح تدخل الووتر جوا الخلية. اوكي، وشو رح يصير لها؟ رح يصير لها سويل، تمام. اوكي، ايزو اوزموتيك ايكوال هايبوتونيك، الايزو اوزموتيك ايكوال هايبوتونيك، فبالتالي رح يصير في عندي ذا سيل والسويل، يعني كلياته هذا بالنهايه رح يرجع لنفس النقاط اللي احنا حكيناها، هو بالنهايه شو؟ بالنهايه تلخيص. وهذا كمان نفس الشيء اكزامبلز، لو انا ضفت على جسمي ايزوتونيك سوليوشن، او لو ضفت على جسمي هايبوتونيك، او لو ضفت على جسمي هايبرتونيك، كلياته بتمحور حول نفس النقطه. نشوف هون الامثله اللي هو معطيني اياها هيك بشكل سريع. بيحكي لي if you drink 1 liter of pure water، احنا حكينا البيور ووتر شو مالها؟ ما فيها solutes، يعني hypotonic، لانه الاوزمولاريتي تبعيتها صفر، صح؟ اوكي، in the early morning، يعني الصبح بكير، تمام. you will change the extracellular fluid tonicity، رح اغير الاوزمولاريتي تبعت الاكستراسيلولار فلويد، where it will become hypotonic hypoosmotic، يعني نعتبر انه هذا عندي الجزء من جسم الانسان، هاي جوا الخليه، هاي الفلويدز اللي جوا الخليه هاي انتراسيلولار فلويد، وهاي الفلويد اللي برا الخليه هاي الاكستراسيلولار فلويد. انا شربت مي بيور ووتر، تمام، فشو صار في عندي في حجم الاكستراسيلولار فلويد؟ حجم الاكستراسيلولار فلويد زاد، والتونيسيتي تبعيته مالها قلت. اوكي، هون صار في عندي هاي الخليه، الخليه كانت طبيعيه 300 ملي اوزمول، بس هون التونيسيتي قلت من 300 على فرض صارت 200، لاني انا شربت بيور ووتر، على فرض صار 200. اوكي، فشو رح يصير في البارتيكلز في الووتر عفوا؟ رح يدخل من برا الخليه لجوا الخليه، فانا هيك زاد عندي حجم الاكسترا سيلولار فلويد، لاني انا شربت هاي المي الزياده طلعت على الاكسترا سيلولار فلويد، ولانه عشان نعادل الاوزمولاريتي دخلنا مي على الخليه. اوكي، من اللو اوزمولاريتي للهاي اوزمولاريتي، فبالتالي حتى الانترا سيلولار فلويد عندي حجمه زاد. فشايفين هاي الحدود الزياده اللي طالعه؟ هاي الزياده في المي، الزياده الطبيعيه اللي انا شربتها هيها بالاكسترا سيلولار فلويد. طب ليش صار في عندي زياده في الانتراسيلولار فلويد؟ لانه صارت الاوزمولاريتي هون قليله، مجرد ما قلت الاوزمولاريتي تحركت المي من برا الخليه لجوا الخليه، فحتى الفوليوم تبع الانتراسيلولار فلويد زاد. اوكي، هياتو اكستراسيلولار فلويد ويل انكريز، يعني رح يزيد، زاد عندي لتر، هو قال لك انت شربت لتر، معناته الاكستراسيلولار فلويد عندي زاد لتر كامل، والاوزمولاريتي تبعيته شو مالها؟ قلت. اوكي، صار كميه المي بالنسبه للسوليوتس عندي اكثر، فبالتالي تركيز السوليوتس هاي فيها او عددها قل. هوميوستاسيس ويل درايف ووتر فروم اوتسايد تو انسايد ذا سيل، من اللو اوزمولاريتي للهاي اوزمولاريتي، انتل اوزمولاريتي اوف انترا اند اكستراسيلولار فلويد جو باك تو نورمال، لحد ما يصيروا متساويين، عشان الأوزمولاريتي برا تساوي الأوزمولاريتي جوا. When water moves from outside to inside, osmolarity will increase. يعني خلاص هون قاعدة عم تمشي المي، فعم ترجع هون الأوزمولاريتي لطبيعتها، كانت قليلة فبلشت شو؟ بلشت تزيد، خلاص لأنه المي عم تدخل لجوا. فبالتالي ال end result، النهاية، النتيجة النهائية، زاد عندي حجم الانترا والاكسترا سيلولار فلويد، شايفين هاي الزياده في حجم الفلويد في الانترا وفي الاكسترا. الاوزمولاريتي اللي برا شو رح يصير فيها؟ رح تقل، لا اللي جوا عفوا رح تقل، لانه احنا دخلنا مي زياده، فبالتالي الاوزمولاريتي داخل الخليه قلت، والاوزمولاريتي خارج الخليه زادت، لحد ما يوصل لحد وسط. اوكي، يعني مثلا هاي 200، فهاي لما احنا دخلنا المي ال 200 هاي قديش صارت؟ على فرض 250، تمام، زادت، وال 300 هاي لما دخلنا المي عليها قلت ل 250، فبالتالي بالنهايه احنا بدنا نوصل انه الاوزمولاريتي تصير نفسها. عشان تصير نفسها الاوزمولاريتي اللي برا كانت قليله عم بتزيد، والاوزمولاريتي اللي جوا كانت
كتير عم بتقل. اوكي اذا decrease osmolarity للانتراسيلولار فلويد اند اكستراسيلولار فلويد، اوكي ذا سيل ويل سويل. ليه رح تنتفخ الخليه؟ انه دخل عليها فلويد. تمام، هيك نكون خلصنا هاي اول حاله اللي هي الهايبوتون الايزوتونيك. نيجي هنا على لو احنا شربنا اللي هو درينك هيفي لودد اللي هو هايبرتونيك، يعني سوليوشن في بارتيكلز كثير. اوكي سوليوشن such as 3% من النورمال سلاين، اوكي ذا اكسترا سيلولار فلويد ويل بيكم ماله هايبرتونيك، يعني الاوزمولاريتي في الاكسترا، هاي الاكسترا سيلولار فلويد وهاي الانترا سيلولار فلويد. هلا الاوزمولاريتي، اوكي الاوزمولاريتي اللي هذا النورمال، احنا هون بالخطوط بالخط الاسود هذا الحد الطبيعي كان من الفلويد اللي عندي، هذا الحدود الطبيعيه. الخطوط الزرقاء هاي بتكون هيك مفصوله، هاي شو هاي النتيجه النهائيه اللي هو شو صار بعدين. تمام اوكي، water will move from intracellular fluid للextracellular fluid. ليه؟ لانه احنا هون صارت في عندي الاوزمولاريتي كتير عاليه برا، والاوزمولاريتي جوا مقارنه في برا قليله، اذا المي رح تتحرك من اللو اوزمولاريتي للهاي اوزمولاريتي. فشايفين احنا بعد ما تحركت المي شو صار عندي؟ قلت كميه الانتراسيلولار فلويد وزادت كميه الاكستراسيلولار فلويد، زادت كميه الاكسترا وقلت كميه الانترا. ليه؟ هاي الانترا هون لانه صار في عندي برا كتير سوليوتس، في كتير بارتيكلز، فمشيت المي من المكان اللي فيه بارتيكلز قليل للمكان اللي فيه بارتيكلز كتير، يعني من الجوه الخليه لبرا الخليه. اوكي يعني هاي الخطوط الزرقاء هي بعد اللي صار، بعد النتيجه النهائيه. طيب the end result will be increase لل extracellular fluid volume، مش طلع عليه مي من جوا الخلية لبرا، طلع عليه مي وأنا أصلا شربت مي، فال extracellular fluid volume ماله زاد. هلأ ال intracellular fluid volume شو ماله؟ قل، لأنه المي طلعت من جوا الخلية لبرا الخلية، إذا حجم السائل داخل الخلية قل. increase ال extracellular fluid and intracellular fluid osmolarity، برا زادت الأوزمولاريتي لأني أنا شربت هايبرتونيك، وجوه كمان زادت الأوزمولاريتي لأنه أنا طلعت المية اللي موجودة عندي لبرا. فبالتالي إحنا هيك رح نوصل بالنهاية لنفس النتيجة، أنه تكون الأوزمولاريتي متساوية. شو رح يصير في الخلية؟ والشرينك، يعني رح تنكمش. ليه؟ لأنه طلعت المية منها لبرا، زادت الأوزمولاريتي فيها وزادت الأوزمولاريتي برا، لأني أنا أصلا شاربة إشي هايبرتونيك. تمام، آخر إشي عندي اللي هو النورموتونيك سوليوشن. If we add normotonic solution اللي هو الطبيعي، يعني لا هو pure water ولا هو 3% normal saline، لا هو نفس البلازما، الاشي الوحيد اللي رح يصير the extracellular fluid volume will increase، بس الفوليوم اللي رح يزيد. تمام، هلا the osmolarity will be the same لانه انا شربت اشي ما غير لي في عدد البارتيكلز، انا شربت اشي العدد البارتيكلز اللي فيه نفس عدد البارتيكلز اللي في جسمي، ما شربت اشي ما في بارتيكلز ولا شربت اشي في كتير بارتيكلز، لا هو نفسه موجود في الجسم. تمام، so water will not move between the intra and extracellular fluid. Intracellular fluid volume will not change، يعني هون المي ما تحركت، هاي الانترا شوفوا ما في عندي خطوط زرقاء، الانترا سيلولار فلويد ما في عندي اشي تغير، لا الاوزمولاريتي ولا الفوليوم، الاكسترا هو اللي بس زاد الفوليوم تبعه، لاني انا شربت مي، يعني شربت النورموتونيك سوليوشن، هذا مش مي، النورموتونيك سوليوشن، فبالتالي حجمه هذا وين بده يروح في الجسم؟ اكيد رح يزيد، رح يزيد لمين؟ الاكسترا سيلولار فلويد. هل البارتيكلز او الووتر رح تتحرك؟ لا، لانه انا شربت اشي الكومبوزيشن لإله نفس الكومبوزيشن للبلازما، اذا only the extracellular fluid volume will increase but no change in the concentration or to the cell. لا تغير لا تغير يعني but no change in the concentration or to the cell، يعني لا تغيرت الخلية صار لها shrink أو صار لها swelling ولا تغير ال concentration للفلويد. تمام، هيك نكون خلصنا المحاضرة، يعني بتمنى أنها تكون واضحة، يمكن تطلع طويلة شوي عليكم بس لأني حاولت أشرح كل إشي بالتفصيل للممل. أي سؤال، أي إشي ما فهمتوه، أي نقطة، أي إشي خربط فيه، بتمنى ترجعوا تحكي معي، وبتمنى أنها تكون واضحة. أي سؤال أنا جاهزة، ويعطيكم ألف عافية يا رب.